صباح النور مشاهدينا، صباح النور توني. صباح النور ماري تراز، كيفك اليوم؟ ماشي الحال؟ مجورش التحية. يعني أنا اليوم لابس مطار، أنت لابس كاتشب. اكتفقنا. وتكمل طبخة الشيف. أكيد. يعني في طبخ كتير على نتفليكس هالأيام. في بلبلة، يعني الضجة والأهمية لهالمنصة ونجاح هالمنصة الكبير يلي اليوم صارت موجودة بكل بيت حول العالم وصارت حديث العالم، يعني ما بقى اليوم في حدا ممكن ما يتابع أي شيء على نتفليكس. هيدا ضريبة النجاح، هي انه دايما يكون في بلبلة، ويمكن اوقات بيتقصدوا انه يجيبوا اعمال تثير الجدل، واللي يعني ما بيتابع شوي مختلفين عن السائد. انا عرفت من امي، يعني تحية لإلي ست بال 70 سنة، تحية للوالدة يعني، حتى قالت لي اذا ما حضرت نتفليكس بكون مقصرة، قلت لها لا ما تعطيني شاب. فيك تكفي تحضرينا على التلفزيون. نوجه لها تحية. طبعا تفضل. فمشاهدينا اليوم بكلاكات رح نستعرض ورح نكفي يلي كنا عم نحكي عنه، عن مسلسلات وافلام احدثت بلبلة لدى عرضها على نتفليكس. كنا حكينا عن اعمال عربية وبعضها عالمية، اليوم رح نستعرض اكثر الاعمال يلي احدثت ضجة وبعض هالاعمال وصل الى القضاء. المسلسل الأول هو The Crown، مسلسل يلي تعرض لنقد كبير بعد ان تم الكشف عن أجر الممثلين، وكانت تحصل البطلة كلير فوي على أجر أقل من الرجال. بعد الانتقادات أعلنت نتفليكس أنه كلير لم تعد تحصل على أجرا أقل من الرجال بالمسلسل. وأكيد هذا المسلسل كمان كان في انتقادات لأنه بيوجه سيرة بيستعرض سيرة حياة ذاتية، كان في عدة انتقادات. توني تبعت تبع جزء منه، صاروا خمس أجزاء. صاروا خمس أجزاء مظبوط، هيدا العام الجزء الخامس، كنا سبق وكمان حكينا عن هيدا الموضوع بنوفمبر 2022. أنا بحب أوليفيا كولمن كتير بأدوارها المركبة بشكل الغريب الجميل بذات الوقت. طبعا منتذكر أنه كانت فازت بأوسكار عن The Favorite، والسنة كمان ترشحت عن The Last Daughter. بحب الممثلة، وطبعا بالحق على ام دي بي طبعا لتعليماتك، حصل على 8.6 على 10، بس كأنه دايما في هيك عقدة مخفية بكل السير الذاتية إلى أي مدى هي موضوعية. فعلا، لأنه الأشخاص يلي بيكونوا من العيلة المالكة أو من أي عيلة أو من قرايب الفنان، إذا سيرة ذاتية هي عن فنان دايما عندهم اعتراضات، وهيدي أكثر من وجهة يمكن كنا عم نحكي تحت الهوى بالبلدان العربية. نعم. يعني يمكن دايما العرب بخافوا أنه قصصهم وخفاياهم أنها توصل للعلن، وهذا الشيء صار بمسلسل الشحرورة يلي انعمل عن سيرة حياة صباحية وعايشة، وكتير تغير بالأحداث وبالأسماء لأنه كان في دعاوى قضائية وكان في رفض أنه ينحكى عنهم، وبأعمال حتى بمصر انعملت عن السيارة الذاتية حتى بالعالم، يعني للأسف أنه دايما في انتقادات لهالشيء، خصوصا إذا كان صاحب هالسيارة الذاتية على قيد الحياة. مزبوط. بيكون عنده رؤيته تجاه حياته، وهيدا أدنى حق له طبعا. حتى في أعمال، حتى في مسلسل العمل عن الراحل رفيق الحريري ومنع عرضه لأنه كمان ما كانوا حابين أنه ينعرض أسماء وأعمال هن ما بدهم يشوفوها. للأسف هولي بيكونوا سيف ذو حدين. نعم. رح ننتقل للفيلم الثاني 365 Days. يدور الفيلم البولندي حول امرأة تم اختطافها والاعتداء عليها جنسيا من قبل زعيم عصابة، ويعطيها مدة 365 يوما للوقوع في حبه. اتهم الكثير من المشاهدين الفيلم بأنه يمجد الاغتصاب ومتلازمة ستوكهولم، وتستعد نتفليكس حاليا لإطلاق موسم ثاني، يعني رغم الانتقادات هن بعدهم مكفيين بالفيلم. المسلسل الذي لاقى انتقاد كبير هو مسايح، ألغت نتفليكس المسلسل بعد عرض موسم واحد فقط بسبب اتهامات بإساءة للإسلام، ويدور المسلسل حول ظهور شاب غامض يدعي أنه مبعوث من عند الله ويتمكن من جمع المؤمنين حوله، وشبهه الكثير بالمسيح الدجال. من الأعمال كمان يلي كانت على نتفليكس عم بتواجه انتقادات ستيب سيسترز، وقيمت حملة على تويتر لمقاطعة الفيلم بعد اتهامه بالعنصرية، وكانت تلك الحملة قد بدأت بعد إطلاق الإعلان الدعائي فقط. وأكد فريق العمل أن المسلسل لا يتضمن أي إساءة لأي عرق. للأسف كمان العنصرية كمان دايما في اتهامات وفي صراعات حول هذا الموضوع بعد موجودة طبعا بالولايات المتحدة. أنا اللي ما حبيته بستيب سيسترز أنه دق بأحلى فيلم
او من اجمل الافلام على قلبي، ذا هيلب، انت شايفتيه طبعا. إيه؟ يلي بيحكي طبعا عن الخادمات الافريقيات بميسيسيبي، فيلم رائع انتقدوا بكوميديا سوداء وصلت الى حد العنصريه. يعني كمان في قصص ناس مع وناس ضد. من الاعمال ايضا هو اتيبيكال، بدور المسلسل حول شاب متوحد، وهذا معرض المسلسل للنقد بسبب عدم احتواء العمل على اشخاص من ذوي التوحد بفريق العمل. كما انتقد الكثيرون من المشاهدين العمل لسخريته من توحد البطل وتجسيده كانسان آلي. من الأعمال أيضاً يلي عم بتحدث بلبلة على نتفليكس هو كيوتيز. حصل الفيلم الفرنسي على إشادات نقدية حين عرض بمهرجان ساندانس، إلا أنه بدأ عرضه على شبكة نتفليكس عالمياً، وكان الملصق الدعائي عنده أثار جدل، وتعرض الفيلم لاتهامات باستغلال الجنسي للأطفال، ولذلك استخدمت نتفليكس ملصقاً دعائياً آخر. من الأعمال يلي وصلت للقضاء وآخرا مؤخرا من حوالي يومين بنهاية الشهر الماضي The Queen's Gambit، رفعت رائدة الشطرنج الروسية نونا غامبريت داشفيلي، ما بعرف الروسي كيف رح نلفظها، مش عم تشوفك بهالوقت دعوة قضائية بتهمة التشهير ضد منصة نتفليكس، وطالبت بتعويض قدره 5 ملايين دولار أمريكي، وذلك بعد ما وصفته بإدلاء المنصة بإدعاءات كاذبة عنا بالمسلسل. وبتعود الدعوة يلي رفعتها بطلة الشطرنج الروسية إلى آخر الحلقة يلي موجودة من المسلسل واللي أحدث ضجة كبيرة، وهو من أجمل مسلسلات نتفليكس. جاء فيها ضمن الأحداث على لسان مذيع عم يوصفها بأن بطلة العالم ولم تواجه الرجال مطلقا. بعتقد أنا من أكثر المسلسلات يلي حبيتها على نتفليكس، لأنه فيه ذكاء رائع، ممثلة لعبت دورها بطريقة كتير حلوة، وحتى القصة والإخراج يعني مسلسل، وحلو أنه تشوف شيء مختلف يعني عن الشطرنج، منه شيء بنشوفه دايما. 8.6 كمان كمان آخر، لحقنا المشاهدة يعني وقتها كان من النمبر 1 من الأعمال يلي عم تشاهد على نتفليكس. وأنا وياك متفقين على أداء أنا تايلور جوي اللي مثلت ويلي أخذها لمحل تاني وأصبحت مطلوبة أكتر، وعلي أجرة وصارت عم تشتغل بأعمال أخرى أكثر. بحق لنا هيك نطرح علامة استفهام، قد تكون شريرة يعني هالناس يلي بعدنا عم نحكي عم يتناول نتفليكس سير ذاتية لإلهم، ممكن جدا يستغلوا الوضع لأرباح تجارية. فعلا. ما هي يمكن حتى اليوم نحن فينا نقول إنه في أعمال، في ناس بتكره النجاح فبتحارب أعمال بس بهدف المحاربة وبطريقة سيئة. من الأعمال أيضا يلي وصلت إلى القضاء Operation Varsity. لم تكن تلك الدعوة القضائية الأولى يلي عم بتواجهها شبكة نتفليكس من بعد Queen of the Gambits. بالقبل كان عندهم جون ويلسون رفع دعوة قضائية ضد المنصة بأبريل الماضي بسبب تصوير عائلته بالفيلم Operation Varsity Blues، والذي صور كيف أن العديد من العائلات الثرية استخدمت سلطتها للحصول على أماكن لأبنائهم في الكليات العليا. وزعم ويلسون حينها أنه الفيلم الوثائقي تسبب بدمار نهائي لسمعته. من الأعمال أيضا يلي وصلت للقضاء When They See Us، كما رفعت المدعية العامة السابقة لمدينة نيويورك ليندا فيرستون دعوة قضائية ضد المنصة بسبب تصويرها بالمسلسل الدرامي When They See Us يلي بدور حول قضية سنترال بارك، عندما تم سجن 5 شباب من أصول أفريقية بتهمة الاغتصاب والاعتداء. وقالت أنها تعرضت للتشهير بالمشاهد يلي صورتها الشبكة وهي تحجب الأدلة وتنتزع الاعترافات. يعني مثل ما قلنا بالأول، نتفليكس عم تدفع ضريبة الشهرة والنجاح بين الضجة، بين المعارضين والحبين هي الأعمال. أنا برأيي توني يعني هذا رأيي، أنه حتى اليوم الضجة يلي عم بيعملوها حوالى فيلم أصحاب ولا أعز كمان هي ضريبة النجاح. يعني صحيح. أول عمل عربي، فيلم عربي هالقد جامع نجوم، هالقد فيه منتجين هن من المنتجين البارعين بالعالم العربي، يمكن ضريبة النجاح أنه كمان يكون في معارضين أو غير حبين هذا النجاح يكون موجود على شبكة هالقد عالمية. وبدهم يعرفوا أنه الفن هو نقل للواقع
يعني حتى when they see us عم ينقل واقع العنصرية اللي بعدها موجودة بالولايات المتحدة. والقضاء الأمريكي أسبوعيا عنده ملف عنصرية، وآخر الذيول كانت طبعا جورج فلويد واللي حصل مع جورج فلويد من فعلا. سنتين. بس كنا عم نحكي على قصة الاستغلال، كيف ممكن مثلا هيدي بطلة الشطرنج تستغل هالموضوع لأرباح تجارية. كمان في ناس كتير بيستغلوا يعني دور الضحية حتى ينالوا أجر سواء مادي أو معنوي. يعني حتى السود أو الأفارقة الأمريكيون أحيانا بيلعبوا أدوار الضحايا وزيادة عن اللزوم، يعني لأنه في عنصرية بيستغلوا هالواقع حتى يحصلوا على مآرب قد تكون مادية وقد تكون معنوية. دور الضحية كمان ممكن يكون جلاد، يعني الضحية ممكن يكون جلاد بذات الوقت. مشان هيك السينما هي مرآة، يعني والمسلسلات هي مرآة المجتمع، فمعظم هالأعمال هي عم بتصور المجتمع. لكن للأسف نحن في بعض الأحيان ما بدنا نتعرى، ما بدنا نشوف الواقع، دايما بدنا نضلنا حاطين المراية وما نشوف فعلا شو عم بيصير معنا. يعني كتير منيح انه في عدة أعمال بمواضيع مختلفة على نتفليكس ومفتوحة للجميع من نقش شو بدنا نحضر. بس نتفليكس مثل ما قلتي قبل بمرة في اختيار لولوجة، نحن لما ندخل على نتفليكس بنكون حابين نشوف واقعنا سلبي كان أم إيجابي. القعدة معك دايما إيجابية. ماري تيريز، أنا بدي أشكرك. وهيك خلصت فكرتنا لليوم. وكنا عم نحكي أنا وسارة من شوي على أنه الفن هو يعني نزيه جدا وبعيد عن كل الوقائع، بس للأسف معك عم نشوف أنه بيدخل القضاء وفي مشاكسات بعالم الفن أيضا عم بيجردوه من نزاهته للأسف. شكرا ماري تيريز، إلى فقرة جديدة غنية كالعادة معك في حلقة جديدة من صباح النور.